كلمة قهوة لم تكن تعرف في مدن الحجاز، لأنه القهوة في المصادر التاريخية لم تذكر إلا في بدايات الدولة العثمانية وفي مكة في هذا في هذه الفترة كانت القهوة محرمة وتعتبر تقريبا كمسكر، وكانت محرمة ويضرب عليها شاربها ويؤخذ إلى السجن. فطبعا هذا بالقرن الحادي عشر الهجري، ثم ظهرت وتطورت وبدأت الناس يرفضوا هذا التعسف، إنه هذا مشروب يعني ليس فيه أي ضرر، وأصبح يشرب بشكل عام كقهوة اللي هي قهوة البن العربي.